تابعونا اليوم على شاشة التلفزيون العربي في الأخيرة. نفتح الملف الأوكراني ونلقي نظرة على عودة النازحين واللاجئين إلى داخل البلاد بعدما تركوها خلال فترة الحرب، وأيضا نناقش سيناريوهات التصعيد في القدس بعد الاستفزازات الإسرائيلية الأخيرة. نلقي الضوء كذلك على الملف اليمني وسط الانتقادات الحوثية للهدنة في اليمن. تابعونا اليوم على شاشة التلفزيون العربي الساعة 11 بتوقيت القدس، 8 بتوقيت غرينتش، أو عبر البث المباشر على قناتنا على يوتيوب.